دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح للميا علشان نتعرف معاها على أسعار العملات والذهب. تفضلي يا لميا. شكرا يا منى. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البيع فيه 19.70 والشراء 19.63، اليورو سعر البيع فيه 19.41 والشراء 19.33، جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.30 والشراء 22.21، فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.70 والشراء 19.62. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.71 والشراء 2.70، ريال سعودي سعر البيع فيه 5.24 والشراء 5.22، دينار كويتي سعر البيع فيه 63.49 والشراء 63.24، وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.36 جنيه والشراء 5.34 جنيه. ومن العملات الرسمية لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سعر السوق النهاردة 957 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1117 جنيه للجرام، عيار 24 سعر السوق النهاردة 1277 للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق النهاردة 8936 جنيه. ونرجع مرة تانية لمنى ومصطفى نكمل معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا.